سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن ملف الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين والتعسفات التي يواجهونها من قبل المحاكم الخاضعة لسلطة الانقلابيين. بدأت محكمة تابعة لميليشيات الحوثي بمحاكمة 10 صحفيين مختطفين لديها منذ 4 سنوات، وبحسب بيان لمحامي الصحفيين عبد المجيد صبرة، فإن محكمة أمن الدولة في صنعاء عقدت أول جلسة لمحاكمة الصحفيين، وأوضح صبرة أن المحكمة وجهت تهما للصحفيين بناء على اتهامات النيابة الجزائية المتخصصة، من بينها تهمة عدائهم للشعب، مشيرا إلى أن الجلسة كانت ستنعقد دون حضور محامي الدفاع، لكن الصحفيين أصروا على حضور محاميهم. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى تظل العقبات قائمة أمام حل ملف الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي؟ ومن ينقذ الصحفيين من التعسفات والانتهاكات المستمرة بحقهم؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. يمر عليهم اليوم كعام أو أكثر، فكيف بأربعة أعوام مرت من أعمارهم داخل الزنازين المظلمة؟ هكذا تمضي أيام الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين بصنعاء، وهكذا يقاسون عذاباتهم اليومية. في منتصف العام 2015 زجت ميليشيا الحوثي بعشرة صحفيين في سجونها، حيث يعيشون ظروفا مروعة، وتقول منظمات حقوقية إنهم يتعرضون للتعذيب، بالإضافة إلى خطر حكم الإعدام الذي تصدره جماعة الحوثي من المحاكم الخاضعة لسيطرتها. في جديد الأحداث، بدأت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي بمحاكمة الصحفيين المختطفين، وبحسب بيان لمحامي الصحفيين عبد المجيد صبرة، فإن المحكمة الجزائية في صنعاء عقدت أول جلسة لمحاكمة الصحفيين دون حضور محامي الدفاع. المحامي صبرة أوضح في ندائه العاجل لإنقاذ الصحفيين أن المحكمة وجهت تهما عديدة، من بينها تهمة عدائهم للشعب، مشيرا إلى أن الجلسة كانت ستنعقد دون حضور محامي الدفاع، لكن الصحفيين أصروا على حضور محاميهم. حقوقيون قالوا إن ما يقوم به الحوثيون من محاكمات لا تحمل أي مسوغ قانوني، وإن كل ما يحدث هو عبارة عن تعسفات وانتهاكات بحق الصحفيين المختطفين. رابطة أمهات المختطفين وفي مناشداتها لإنقاذ أبنائها المختطفين قالت إن الصحفيين يعانون من أضرار جسدية جسيمة بسبب ما تعرضوا له من تعذيب، علما أن العديد منهم أجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تم تصويرها. مأساة كبيرة يعيشها الصحفيون في سجون ميليشيا الحوثي، ومطالبات عديدة بسرعة الإفراج عنهم، وبين هذا وذاك تظل المعاناة داخل السجون هي الثابت الوحيد في كل مرحلة. إذن أرحب بضيفي من صنعاء محامي الدفاع عن الصحفيين المختطفين السيد عبد المجيد صبرة. سيد عبد المجيد مساء الخير. يا مساء النور. أهلا بك سيد عبد المجيد، يعني أنت محامي الدفاع عن هؤلاء الصحفيين، يعني لو تطلعنا عن آخر التطورات في هذا الملف. آخر التطورات يعني منذ حوالي شهر تم إحالة الملف وتسليمه للمحكمة من قبل النيابة الجزائية المتخصصة، نيابة أمن الدولة. نعم. وأنا أتابع الموضوع بشكل يعني يومي أو بشكل شبه يومي، على أساس يعني أكون مطلع كوني محاميهم من أمام النيابة متى ستعقد الجلسة، لكي نحضر معهم يعني باعتبارهم متهمين أمام هذا القضاء. وحتى يعني قابلت المختص في المحكمة، هل توجد جلسة للصحفيين يعني أو هل تم تحديد جلسة للصحفيين؟ قال لم يتم تحديد جلسة، وربما تعقد جلسة لهم في مثل يومنا هذا. فانصرفت من عنده وبدأت أتابع قضايا أخرى في النيابة والمحكمة. وأثناء يعني وجودي في المحكمة، إذا أحد الجنود يستدعيني يقول هناك أشخاص يعني يطلبون حضورك معهم. فوجدت أنهم الصحفيين، واستغربت من المحكمة، قلت أنا أتابعكم من قبل القضية هذه كوني محامي عنهم من أمام النيابة، وتكلمت مع أمين السر متى تعقد الجلسة؟ قال ربما تعقد مثل يومنا هذا، يعني هذا ما يعني مش عمل قانوني، هذا أن أنتم تعقدون الجلسة بدون علمنا وبدون إبلاغنا مسبقا، يعني لولا أن الصحفيين أصروا على حضوري
كانت تدفع عقود الجلسة بدون الحضور، بدون حضور أي محامي معهم، ويعني ربما يحاولوا يستدرجوهم بدون حضورنا، وهذا يعني مخالفة جسيمة للقانون أصلا. نعم، طيب يعني من خلال اطلاعك على القضية، يعني هناك تهم وجهت لهؤلاء الصحفيين، بينما يعني أهالي الصحفيين والكثير من المهتمين والمتابعين ينظرون إلى أن هؤلاء الصحفيين يعني بعيدين عن كل التهم التي قيلت إليهم، يعني أنت يعني كيف تقيم وضع هذه القضية؟ يا أخي، أوراق القضية يعني تشهد ببراءتهم. يعني عندما أحيلت القضية من جهاز الأمن السياسي إلى النيابة العامة، يعني كان أهالي الثورة التحقيق معهم يعني كتبوا في الصفحات الأولى أنه تم مع هؤلاء الصحفيين نظرا لوجود مبادرة في تبادل أسرى، يعني اعتبرهم وكأنهم أسرى حرب وكأنهم أخذوهم من الجبهات، وهذا يؤكد قطعا أنه لا وجود لقضية جنائية في مواجهتهم، وإنما يعني تم اعتقالهم للابتزاز السياسي ويعني إخضاعهم للمساومات السياسية. وبعد فترة تقرأ في ذات المحضر في تحقيقات النيابة أنه لم يتم هذا التبادل، وسوف يتم استئناف يعني التحقيق معهم، واستأنفوا التحقيق معهم ووجهوا لهم وكأن هناك قضية حقيقية تهم جنائية، نشروا أخبار وبيانات تخل بقوة الدفاع وكذا، في حين يعني لما اطلعت على بيانات يعني أو سمعتها عند التحقيق معهم ويعني بعضها منشورات، يعني تتخيل أنه يعني بعض هذا الأدلة منشور يعني لهم مثلا في صفحاتهم في الفيسبوك أنهم يدينوا يعني فحران التي راح فيها قابل ويوسف العيدر. يعني هل مثل هذا تنديدهم ووقوفهم مع زملائهم يخل بقوة الدفاع ويؤثر يعني وتكون قضية يعني يحبسوا عليها لمدة 5 سنوات إلى هذا الوقت؟ طبعا بعد أن حضرت الجلسة معهم طلبت إثبات توكيلي في المحضر، وتم توكيلي من قبلهم، وتم الاستمرار في تلاوة قائمة أدلة الإثبات، ولا إلا أنهم بعد ذلك أحالوا الإجابة علينا، ونحن طلبنا صورة من ملف القضية. لكن ما كان يلفت النظر أنه كانت تصدر ألفاظ من أعضاء من عضو النيابة الحاضر ومن القاضي يعني تنبئ أو تظهر يعني أن هناك يعني عقيدة مسبقة بأن هؤلاء مذنبين، وهذا ولمبدأ من أهم مبادئ المحاكمة العادلة، وهو أن الأصل في الإنسان البراءة ويجب أن ينظر إليه على هذا الأساس. وهذا المبدأ يقتضي أن يكون الشخص أصلا خارج قفص السجن، يعني لا يجوز أن يحبس مهما كانت القضية إلا بعد صدور حكم مبات. لكن نظر يعني حتى هيئة القضاء نفسها يعني حضرت وهي لديها حكم مسبق أو يعني قناعة مسبقة في انطباعهم حول هؤلاء الأشخاص والصحفيين. يعني أقول لك إنه يعني في المحكمة بيقول يعني ردوا ولا ممكن أحكم الآن، يعني هكذا يعني ردوا على القائمة، لكن يعني كان يريد مثلا يردوا حسب ما يريده، إلا أنه يعني وقفت معهم وقلت يعني حلوا أي إجابة على المحامي وما بعد. وبعد ما انصدرت تلك الألفاظ طلبت رده عن نظر القضية كونه وجدت هناك قناعة مسبقة، لكنه رفض أن يثبت كلامنا في هذا المحضر، فحصل تدخل من بعض الزملاء فاضطريت أنه أطلب صورة من الملف وتم التأجيل. إلا أنه رغم هذا يعني حتى الجلسة القادمة إلى الآن لم يتم تحديدها، لا نعلم. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد عبد المجيد صبرا، أشرك معنا في النقاش. سينضم إلينا من فيينا توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. سيد توفيق مساء الخير. مساء النور لك ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم. أهلا بك سيد توفيق. يعني بالأمس تحدث رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين سيد عبد الباسط غازي بأن الميليشيا لا تمانع في مبادرة الصحفيين 10 مع صحفيين معتقلين لدى الشرعية، لكنها اليوم يعني منذ الصباح تحاكمهم بدون حضور محامين. يعني هل المحاكمة الآن لها علاقة بذلك الحديث؟ في حقيقة الأمر نحن نعبر في منظمة سام عن قلقنا الشديد أن تكون هذه الجلسة التي تم عقدها اليوم بدون حضور محامي هي مقدمة لأحكام إعدام جاهزة كما صدرت من سابق. اليوم الصحفيين الذين يمثلون أمام المحكمة الغير شرعية في حقيقة الأمر في صنعاء
تعرضوا لمجموعة من الانتهاكات القانونية من قبل سلطة جماعة الحوثي، ومن أهمها التعذيب والإخفاء القسري لفترة من الزمن، وعدم توافر أي شرط من شروط المحاكمة العادلة حتى الآن، إضافة لكثير من الانتهاكات مما يجعل هذه المحاكمة كلها في مهب الرياح. ولذلك الغريب في الأمر أن هذه اليوم المحاكمة تأتي بعد ما تحدثتم عن هيئة الدفاع عن وجود صفقة تبادل، ولذلك هي تأتي في سياق الاتجاه السياسي لهذه الجماعة التي أرادت أن تفرض مجموعة من الأسماء للمبادرة بها، وبحسب رد بعض وسطاء الحكومة الشرعية بأن هؤلاء الأسماء لا يوجد منهم إلا اثنين فقط، وبالتالي يتفاجأ أن يتحول هذا الملف بهذه الصيغة. بمعنى اليوم نحن أمام انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، غير المخالفات القانونية التي تفضل بها المحامي المطلع على هذا الملف، لكن في حقيقة الأمر نحن أمام خطورة شديدة جدا أن اليوم جماعة الحوثي أصبحت تستخدم القضاء للابتزاز السياسي والصوت لإلهاب أجساد المعارضين لها، وبالتالي أحكام الإعدام أصبحت جاهزة. اليوم جماعة الحوثي إلى حد اليوم أصدرت ما يقارب من أكثر من 100 حكم بإعدام خصوم سياسيين بصورة مخالفة للقانون، ونخشى أن تكون هذه المحاكمة اليوم أن تأتي في إطار هذا السياق. ولذلك اليوم يجب أن يكون هنالك تحرك محلي وإقليمي ودولي، لأن اليوم الصحافة ليست جريمة مطلقا، وبالتالي إذا ذهبت جماعة الحوثي لإدارة مثل هؤلاء الأشخاص فهي جريمة، فهي توجه اتهامها للعالم ولكل صحفي العالم. وبذلك اليوم يجب على العالم أن يتحرك لإنقاذ الصحفيين اليمنيين. اليوم الصحفيين اليمنيين لا يقلون مكان عن أي صحفي في أي مكان في العالم، ولذلك لابد أن تتحرك النقابة، تتحرك المبعوث الأممي، تتحرك الحكومة الشرعية، تتحرك المقرر الخاص لحرية الصحافة في الأمم المتحدة إلى غير ذلك. نحن نراقب الوضع، سنصدر بيان في منظمة سام بعد قليل عما حدث من انتهاكات وشان هذه الفاجعة على وجه الخصوص. نعم، لكن سيد توفيق، يعني هناك بالفعل غرابة يعني في مسألة، أن لو استمعت لحديث المحامي يتحدث بأنه كان هناك اتفاق وموعد محدد لجلسة محاكمة خاصة بهؤلاء الصحفيين، يتفاجأ بأن يأتي أحد الجنود ويستدعي بأن هناك ناس يبحثون عنه، ويفاجأ بأن الصحفيين يعني صاروا متواجدين في قاعة المحكمة ويحاكمون. يعني كيف يفهم هذا الأمر؟ هذا الأمر يفهم في إطار الاستغلال القائم اليوم للمؤسسات القضائية من قبل جماعة الحوثي. اليوم نحن اليوم لا نتحدث عن جماعات قضاء، عن مؤسسات قضائية حقيقية. اليوم المؤسسات القضائية والأمنية وجهاز الاستخبارات والأمن السياسي كلها أدوات تستخدم للابتزاز السياسي ولإرهاب الخصوم، وبالتالي هذا الأمر يأتي في هذا السياق. عندما أرادت الجماعة أن تحرك هذا الملف حركته بدون موعد، بدون أي إجراءات قضائية كما ينص عليها القانون، وبالتالي الخشية هي تأتي من هذا المنطلق. نعم، إذن ابقى معي سيد توفيق. أعود لضيفي محامي الدفاع عن الصحفيين السيد عبد المجيد صبرة. يعني سيد عبد المجيد، الكثير يتساءل وفي مسألة يعني محامي لهؤلاء الصحفيين وفي هذا الظرف، وأيضا يعني ما هي المساحة التي تركت لك كي تترافع وتدافع عن هؤلاء الصحفيين وأنت يعني تتواجد في مناطق سيطرة الميليشيات؟ يا أخي، بالنسبة للمساحة نحن سنبذل قصارى جهدنا. يعني لا تتعرضون لأي مضايقات ولا يعني تعملون بأريحية تامة ولا توجد أي مشاكل تواجهكم في هذه القضية؟ يعني بالنسبة لهذه القضية وغيرها، يعني صدرت يعني هناك منشورات تحريضية ضدنا يعني في عدد من المرات، بأننا يعني وكأننا نحن وهؤلاء المتهمون الذي يعني ندافع عنهم ويدعون انهم مع العدوان ومع كذا، يعني وكانهم ينظرون الينا بهذا الشيء. يعني ويعني هناك يعني نزلت منشورات تحريضيه ضدنا كثيره جدا في 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 هذا الجانب، لكن يعني امام المحكمه، طبعا المحكمه الجزائيه المتخصصه بشكل عام، يعني تكون الاجراءات فيها يعني لا تكون سليمه 100% في كفاله حق الدفاع، سواء لهؤلاء الصحفيين أو لغيرهم. وخير مثال ما حصل يومنا هذا، يعني كان يتم إبلاغنا أولا بأول نوع الجلسة، كنا نتابعها يعني يوميا. كانت هناك محاولة اليوم لمحاولة
المتهمين واستجوابهم بدون أي محامي حاضر معهم، وكانوا يريدون أن تمشي الإجراءات بالرغم أنها مخالفة جسيمة للقانون. لكن يعني حضورنا سنحاول نقدم كل ما بوسعنا يعني من دفاع عن هؤلاء الصحفيين إن تم تمكيننا من ذلك. هي خطوة جيدة يعني إذا ما استمر الحال يعني هي خطوة جيدة إذا ما استمر الحال يعني هذا يحسب شرعنة هذه الإجراءات، هذا يحسب لهم فيما يتعلق بمسألة إتاحة المساحة الكاملة لك في الدفاع عن هؤلاء الصحفيين والدفاع عن قضيتهم العادلة. ويعني نتساءل هنا أيضا سيد عبد المجيد فيما يتعلق بالحوثيين، لماذا اختاروا هذا التوقيت للمحاكمة يعني؟ وبالأمس كانوا يتحدثون عن مبادرة لإطلاق سراحهم حسب ما نقلت هيئة الدفاع عن المعتقلين. بالنسبة لهذه المبادرة يعني أنا يعني لا بموضوع المبادرة من أساسها، هذا تخص الأستاذ عبد الباسط القاضي، باعتبار أن هيئة الدفاع يعني هي منظمة حقوقية خاصة به. أما نحن كفريق دفاع عن الصحفيين يعني ليس لنا علاقة بهذا البيان وبهذا المنشور، لكن إن كان ما حصل هو صحيح يلتزموا بهذا الشيء ويقروا التبادل يعني. بمعنى لم يطلعوك على أي شيء في هذا الخصوص؟ تم توقيف الإجراءات في هذه القضية لموضوع التبادل هذا أساسا، وفي الأخير ربما سيتم هذا كما هذا يعني قد تكون يعني للضغط السياسي أو يعني يظهرون صورة أن هناك محاكمات وأن هناك كذا يعني من هذا الجانب. نعم. طيب يعني نتساءل هنا سيد عبد المجيد، أطلنا معك قليلا، ولكن يعني هنا تساؤل أخير فيما يتعلق بهؤلاء الصحفيين من حيث ظروف الاحتجاز، من حيث حالتهم الصحية والنفسية، هل يعني أنت على اطلاع في هذا الجانب؟ يا أخي نحن يعني تابعت موضوع الصحفيين من بدء اعتقالهم في 9/6/2015، ونحن نتابع إجراءات يعني احتجازهم من محتجز الى اخر واخفاءهم قسرا، وايضا عندما حضرنا يعني معهم التحقيق افادوا انهم تعرضوا لتعذيب واخفاء قسري وتهديد، وحتى يومنا هذا يعني طرحوا لي هذا الكلام انهم قبل حوالي شهر من يومنا هذا يقولون يعني تعرضوا للضرب والتعذيب من قبل شخص يدعى يحيى السريع يبدو انه مسؤول السجن هناك. يعني والمستغرب يعني الذي يستغربه اي رجل قانون او اي شخص عاقل في الغالب يعني في القوانين انه التعذيب يعني في اي يعني اي سلطه مثلا تقوم بالتعذيب يكون لغرض انتزاع اعترافات، لكن التعذيب في هذه المرحله يعني ما هو الغرض منه؟ يعني يبدو انه لهم اغراض اخرى يعني كسر نفسياتهم ومعنويات هؤلاء الاشخاص المعتقلين لديهم، يعني التعذيب لم يعد لهم مبرر سواء يعني اهانه الاشخاص هؤلاء او يعني كسر ارادتهم ويعني وما يؤمنون به يعني في الاول والاخير. نعم، اذا اشكرك جزيل الشكر سيد عبد المجيد صبر محامي الدفاع عن الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين، شكرا جزيلا لك سيد عبد المجيد. اعود لضيفي توفيق الحميدي رئيس منظمه سام للحقوق والحريات. يعني سيد توفيق، اذا ما ركزنا هنا بالحديث قليلا حول المبادره التي اثير الحديث حول مبادره ما بين تبادل ما بين الشرعيه والميليشيات الحوثي فيما يتعلق بالصحفيين، يعني هل تتوقع ان ما اشترطه الحوثيون من خلال هذه المبادره من الصعوبه على الشرعيه تنفيذ هذه الطلبات بحيث يتم اطلاق سراح هؤلاء الصحفيين؟ لا، انا اعتقد ان الامر ليس بالسهوله الذي نتوقعه. اذا كانت اتفاقيه ستوكهولم الى حد الان وهي تحت رعاية أممية ودولية لم ينفذ منها أي خطوة، أنا أعتقد كان هنالك رد بحسب متابعتي لهذا الملف من قبل الحكومة الشرعية، وبأنه لا يوجد إلا اسمين من الأسماء التي وضعهم جماعة أو الذين طلبت جماعة الحوثي التبادل بشأنهم. لكن نعتقد إذا كانت هذه الأسماء بالفعل معتقلة لدى الحكومة الشرعية، فأعتقد أن الأمر يمكن أن يذهب إلى تطور إيجابي أفضل يعني. لكن إذا كانت هذه الأسماء غير موجودة، قتلت في المعركة أو فقدت أو غير إلى آخر، أعتقد الأمر سيكون معقد كما هو الأمر في اتفاقية ستوكهولم. لكن يجب أن لا نربط اليوم
مصير المحاكمات بهذه المبادرة، لأننا في حقيقة الأمر أمام انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ولحرية الصحافة في اليمن تمارسها جماعة الحوثي منذ سقوط أو سيطرتها على العاصمة صنعاء. نحن لدينا تقرير عن مهنة خطرة، رصدنا ما يقارب 1500 حالة انتهاك ضد الصحفيين ضد حرية الكلمة. جماعة الحوثي اليوم تمارس عملية تجريف للميدان الصحفي، تمارس عملية انتقام بشع لأناس لا يمتلكون إلا القلم والكلمة والكلمة فقط. ولذلك الآن يجب أن لا يوضع في إطار سياسي وفي إطار مبادلات وصفقات إلى غير ذلك، يجب أن يوضع في إطاره الصحيح. هؤلاء مدنيون صحفيون لم يمارسوا أي انتهاك، عبروا عن رأيهم على صفحتهم على الفيسبوك أو على المواقع الإلكترونية. هذا الحق مكفول بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي سيحتفل به العالم غدا، والذي استبقته اليوم جماعة الحوثي لتؤكد أنها جماعة لا تحترم أي حقوق حق للإنسان، لتقدم هؤلاء بدون أي ضمان لمحاكمة عادلة وحقيقية إلى غير ذلك. هذا هو الإطار الصحيح. نحن اليوم نطالب جماعة الحوثي بالإفراج الفوري والغير المشروط لهؤلاء الصحفيين، لأنهم صحفيين بالدرجة الأساسية ولأنهم مدنيين بالدرجة الثانية. قضية نعم. مبادرة الأسرى من غير هذا أمر متعلق بالمعركة. لكن لماذا هذه المبادرات سيد توفيق انطلقت بعد مرور كل هذا الوقت؟ يعني لماذا لم تتحرك هذه المبادرات منذ البداية؟ لا، أنا أعتقد كل المبادرات اليوم تطرح في إطار سياسي. يجب أن نعرف اليوم ماذا تريد جماعة الحوثي من هذه المبادرات. هي تريد أن تقول للعالم أيضا أن الحكومة الشرعية تعتقل صحفيين كما أنتم تعتقلون صحفيين. وهذا أمر فيه نظر، هل هؤلاء بالفعل معتقلين؟ يجب الأمر فيه تحري وتحقيق وتأكيد من صفتهم الصحفية إلى غير ذلك. الأمر كما قلت لك يجب أن يوضع في سياقه الطبيعي والحقيقي والمتعلق بانتهاك حرية الصحافة والرأي في اليمن. نعم، طيب بالنسبة للمنظمات سيد توفيق، يعني هل تنظر أن تعاطي المنظمات الحقوقية الدولية تغير نوعا ما عن السابق فيما يتعلق بقضية الصحفيين والمعتقلين، أم ما زال الوضع على ما هو عليه؟ لا لا، أنا أعتقد أن الوضع أصبح مكشوف. لجان التحقيق الأممية الدولية لديها معلومات كافية، هناك بيانات تصدر من اتحاد الصحفيين، أعتقد المقررين الخواص أيضا لديهم معرفة واطلاع تام، هنالك جهود تبذل سواء من نقابة الصحفيين من الناشطين، أيضا نحن في سام لدينا تواصل كبير ولدينا معلومات نقدمها أول بأول لها المحققين في هذا الأمر معروف. لكن الإشكالية اليوم أن هنالك طرف مستقوي على الأرض وهنالك طرف ضعيف، وهنالك مجتمع دولي قاعس غير قادر أن يتحرك، مبعوث أممي ضعيف ومجتمع دولي ينظر للقضية السياسية كمقدمة للحل الشامل، وذلك يضع قضايا الانتهاكات حقوق الإنسان بما فيها قضايا الصحفيين أنها جزء من اتفاق سياسي يجب أن يفضي إليه، ثم هو سيحل في هذا الإطار، لكن لا ينظر إليه كأولوية تسبق الإطار السياسي على الأقل لبناء الثقة بين الأطراف. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا، شكرا لك. ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله.